في حوار مع التلفزيون المصري أكد العضو المنتدب للشؤون الفنية لنايل سات حمدي منير أن الاستعدادات لانطلاق النايل سات تمت على أعلى مستوى. بنتحرك فيها الطاقم الفني بتاع تلس المسؤول عنها، كل حاجة خطوة بتتم لازم يعمل اختبار، كل خطوة بتتم للقمر سواء داخل الكبسولة أو خارجها أو فيول هو بيقوم بالاختبارات هنا اللازمة. في القاعدة هنا في أنا بكلمك من بعد وصول القمر إلى القاعدة اللي هي قاعدة سبيس إكس، وبدأت من إن القمر خلاص إحنا نظفناه وجهزناه ووصل المكان بتاعه في الغرفة الأولية اللي هي ركبنا عليها القاعدة وبعد كده كملنا بقية الإجراءات.